عملية مراقبة ملفات السكن من طرف الصندوق الوطني للسكن بولاية سطيف كشفت أكثر من 3500 متحايل يريدون الحصول على سكن جديد رغم استفاداتهم السابقة. ولاية سطيف وحدها سجلنا 192561 مراقبة أي كنترول. Sur 122561, nous avons enregistré 3544 rejets pour divers motifs, soit عندها logement, soit كما قلنا عندها un terrain à bâtir. المتحايلون تم رفض ملفاتهم بصفة تلقائية، وبالمقابل يقدم صندوق السكن دعمه لخمسة آلاف طالب للسكن في إطار برنامج عدل. من بين المهام الأخرى أيضا تمويل برامج عدل. بالنسبة لولاية سطيف عندنا 5000 سكن سور 8000 نو زافون 5000 سور 8000 لوجمون لي 5000 سون اون كور دو رياليزاسيون الاتفاقية تم ابرامها مع لاديال. العملية تؤكد بأن التحايل يبقى دوما يرافق عمليات توزيع السكن مهما تعددت الإجراءات والقوانين.